ليه مقفل الباب؟ نزلني هون، نزلني، نزلني هون، نزلني هون، عمالك نزلني هون. ابو سامر. نعم. بسرعه انت وسامر اسحبوا يمنى، حطوها بالسيارة قبل ما توصل شرطة البلدية. كيف يا بهاء؟ هلا بدون كيف كأنكم عم بتفيقوها. خلي سامر ياخذها على الشاليه وينطر مني تليفون، وانت خليك معي هون ما تتركنا. اوكي. سامر. قلب صباح؟ يمنى خبص الجواد ورامي والربيع بسيارتها قدام بيت المهجور. يدلي أنا على هالخبرية على الصبح. يدلي أنا على هالخبرية على الصبح. لوين اخدني؟ لوين اخدني قلي؟ ما بعرف، ناطر تليفون من جدك ليقلي لوين بدي اروح. رجعني، رجعني، بدي اعرف شو صار بالولاد. رجعني، رجعني. ليه مقفل الباب؟ نزلني هون، نزلني، نزلني هون، نزلني هون، عمالك نزلني هون. انزلي ست يمنى، انزلي. خليهم ياخدوك على المخفر ويعرفوا انك سكرانه وعم تتعاطي وخابصه اولاد. يلا انزلي. فيك تروقي شوي؟ انا ناطر يتصلوا فيي لنعرف كيف بدنا نشيلك من هالمصيبه.